الحركة التي يقوم بها الكثير وهي عند الله أعظم من الزنا، فتوقف عنها فورا. متابعي قناة هل تعرف الأعزاء في كل مكان، مرحبا بكم. للأسف حركة يقوم بها الكثير من الناس خطيرة جدا، وهي تعادل أو أكثر من الزنا، فاحذر من القيام بهذه الحركة حتى لا تصيبك لعنة وتدخل في حساب أليم. هل تعلم ما هي المعصية الأكبر عند الله عز وجل من الزنا؟ جاءت امرأة مسلمة إلى موسى عليه السلام وقالت له: يا موسى، أنا زنيت وحملت من الزنا وأنجبت طفلا فقتلته. فقال لها موسى عليه السلام: ما هذا العمل العظيم الذي فعلته؟ أخرجي من هنا قبل أن ينزل الله علينا نارا من السماء بسبب ما فعلت. وذهبت المرأة، ثم أنزل الله عز وجل ملاكا من السماء إلى موسى فقال له: لما رددت المرأة التائبة؟ أما وجدت أفجر منها؟ فقال موسى: ومن أفجر منها؟ فقال الملاك: تارك الصلاة عامدا متعمدا، عمله أعظم مما عملت هذه المرأة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جمع صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتركن صلاة متعمدا، فإنه من ترك صلاة متعمدا برئت منه ذمة الله. شاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم، قد تكون السبب في هدايتهم، وارسلها إلى من تحب، فالدال على الخير كفاعله. شكرا للمتابعة. وفي نهاية نمر إلى فقرة كل يوم معلومة جديدة، والمعلومة تقول: عندما يفقد الأخطبوط إحدى أذرعه تنمو ذراع بديلة له تدريجيا فيما بعد. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسونا من الإعجاب والاشتراك في القناة دعما لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله.